يجب على المفتي يعني قبل أن أبدأ بباقي المسائل أن يعني يفهم هذه المسألة من جهة الطب فهما صحيحا، من جهة كلام الأطباء، ينظر خصوصا لكلام الطبيبات، لأن الطبيبة كما هي عالمة في الطب هي أيضا تتكلم عن حال يحصل لها عند مثلا إزالة هذا البظار أو عدم إزالته، وفهم في هناك صور موجودة صورها يعني ورسمها على الكمبيوتر الأطباء لتوضيح المسألة. فيجب يعني على المفتي كما هو ينظر في جهة الشرع أن ينظر في كلام الأطباء وينظر في هذه الرسومات حتى يتصور يعني محل النزاع ولا يشتبه عليه الأمر. هذه يعني نصيحة قبل التورط في الإثبات أو النفي بدون تصور صحيح لهذا الأمر بين الشريعة وبين الطب.